اول حاجه ما في حاجه اسمها رباعيه عشان الناس برضو الامور ما تختلط عندهم. في البدايه كانت الفكره ان دوله الامارات العربيه المتحده جزء من الرباعيه، انسحبت دوله الامارات العربيه المتحده. الان الاطراف اللي بتدعو للاجتماعات السفاره الامريكيه والسفاره البريطانيه والسفاره السعوديه، فهي ثلاثيه، بقت قصاد الثلاثيه الثانيه. نحن من حيث المبدا مع التواصل مع كل الاطراف، شريطه ان تكون هذا ان يكون هذا التواصل بالنديه كامله وبحجم القوى اللي نحن نمثلها في التوافق الوطني. ده لو تم نحن ما عندنا اشكال نسمع لاي طرف او نعبر عن راينا لاي طرف، ولكن في النهايه القرار سوداني، والحوار يجب ان يكون حوارا سودانيا خالصا.